اسرع من راح تضربها بركه. دلوقتي هنشوف مع بعض نرسم وول عاديه او وول راوند. طيب دلوقتي هقول له ابدل الملف جديد، ادوس على العلامه ديت، او ممكن اقول له فايل نيو وابدا ملف جديد، ولما اخلص شغل اقول له فايل سيف از واسيف الملف في دبليو اكس فيكتور ورك ابتداء في دبليو اكس. اول حاجه هقول له وول وتبدا ترسم الحيطه. طيب ممكن تقول له من المنتصف، يعني لما ترسم بيرسم لك نص الحيطه ناحيه اليمين ونص الحيطه ناحيه الشمال. خلصت بتدوس مرتين، وخلي بالك بيظهر لك سناب. سناب يعني بيعمل لك تجاذب مع الجريد، بيعمل لك تجاذب مع العناصر وهكذا. طيب هنا الاختيار دوت يبقى كل الحاجه هتترسم على شمالك بالشكل دوت. طيب هنا عندي اختيارين، اللي هو ان انا هرسم بوليجن زي كده او هرسم ريكتانجل. يعني هتدوس مره واثنين يروح رسم لك الحيطه كلها، وممكن تحول 2D ل 3D بالشكل دوت. ممكن تيجي هنا من اوامر الحيطه تقول له ستايل وتبدا تختار الستايل اللي انت عايزه بالشكل دوت. اي واحد من دول تختاره وتبدا تقول له سيلكت للحائط دوت، هو ده اللي هيترسم بالشكل ده. ممكن بعد كده تقول له انا عايز راوند، فيبدا يجيب لك الحائط راوند. عايز ترسم مثلا من النص، طيب هترسم من خلال ايه؟ من خلال مثلا انت تدير نقطه مركز وبعد كده تبدا ترسم من خلال نص القطر، او هتدي له ثلاث نقط مثلا بالشكل دوت، او هتدي له مثلا النقطه والثانيه وتبدا تحسب بالشكل دوت، او هدي له اول نقطه وبعد كده هبدا ارسم القوس بتاعي بالشكل ده. فعندي كذا طريقه اقدر ارسم من خلالها الحاجه اللي هي الخط المستقيم او الرابط.